يركض عدد من التلامذة في فناء المدرسة بصخب في أول يوم من العام الدراسي في مدينة منبش في شمال سوريا، غير مكترثين للشعارات التي خطها تنظيم الدولة الإسلامية على جدران بالقرب منهم قبل انسحابه من المدينة تحت وطأة هجمات المقاتلين الأكراد، وهم يتذوقون متعة العودة إلى المدرسة التي افتقدوها خلال فترة سيطرة الجهاديين على مدينتهم لمدة عامين. انبسطت كتير بالحيل، يعني ما فرحنا امتى بدها ترجع المدرسة. كنت مشتاق للمدرسة كتير ايام لو كان دواشت كان ما ادرس، يعني درست يومين ثلاثة وبطلت. وفرض تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف بعد اجتياحه مدينة منبش في بداية العام 2014 أحكاماً وقوانين صارمة وتفسيراً متشدداً للشريعة الإسلامية طبقه في مجمل مناطق سيطرته في العراق وسوريا، وأغلق التنظيم الصفوف التعليمية في مدرسة البيرم ورسم علمه الأسود والأبيض في كل أرجاء المكان، كذلك نظم حلقات للتربية الدينية. نحن صرنا سنتين ونص يعني منقطعين عن الدراسة، ومثل ما أنك شايف يعني الطلاب اللي كان صف ثالث ولا رابع حتى الأحرف ما عاد يتذكرهم، ونحن الحمد لله يعني هلأ فتحنا المدارس وعم نشتغل يعني لحتى نعاود يعني نحاول نعوض للطلاب الشيء اللي خسروه. وأعيد افتتاح 292 مدرسة من 390 في منبج والقرى المحيطة بها، فيما لا تزال 59 مدرسة قيد الإصلاح. طبعا هو الألم الأكبر أنه بتشوف الطلاب أنه هيك يعني اللي عم بيحاول يتعلم شيء مهنة هيك لحتى يعني يهتم فيها ويكون فيها، والأغلب أنه بتلاقيه ماشي بالشارع عم بيلعب طابة أو كذا، يعني ما في أي شيء يعني يعمله، فأكيد يعني راح يطلع عندك تشيل أنه ما نواعي ما بيعرف شيء أبدا. واستمرت المعارك في محيط منبش شهرين، وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية بمساندة ضربات جوية أمريكية من السيطرة عليها في 6 أغسطس وطرد آخر الجهاديين منها.